رحلة للهروب من التعاسة إلى السعادة، من القسوة إلى الاحتواء. خسر والده بوفاته في عامه الأول، وتزوجت أمه لتتركه وحيدا يصارع الدنيا التي لطالما أحبها، ولكنها أدارت له ظهرها وخاصمته كثيرا بملامح كان يراها قبيحة، ولكنها كانت محببة للملايين، بعيون كانت تتحدث إلى الجمهور بدلا من الكلام، بنظرات تحكي ألف كلمة. أبدع الفنان أحمد زكي، الرجل الذي تربع على عرش أفضل ممثلي السينما لأكثر من ربع قرن، الأسطورة السينمائية والموهبة التمثيلية الفريدة التي أشاد بها روبرت دينيرو حين شاهد فيلم زوجة رجل مهم، وقال بأن هوليوود قد فقدت هذا الرجل. سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا أغيثونا أغيثونا والله الموفق. ما بيعملش الحقيقة، العقد بيثبتها بس. كلمة أنا بحبك عقد، اللمس عقد، النظر عقد، الوعد بالجواز ده أكبر عقد. إن أنا متأثر بيه أو متأثر بشخصية معينة هو عملها في فيلم، كان دايما يقول لي ابحث عن ذاتك، أنت عندك أحاسيس تهد الدنيا. وطبعا كان نصايحه في الحياة أكتر ما هي في الفن، يعني كان دايما بيقول لي حافظ على نفسك،